من الوجوه المألوفة في باب الخميس بتارودانت شاب يبدو من مظهره أنه مجنون، والواضح أن الناس هناك في باب الخميس ألصقوا به تلك الصفة إذ لم يكن يكلم منهم أحدا. حين يتحدثون عنه فإنهم يذكرون المجنون وبوصندالة، لا يأتي أحد على اسم له يعرف به كآخرين من الناس، وإنما هي صفة المجنون وكنية بوصندالة لأنه لم يكن يغير حذاءه الصيفي على مدار العام. باب الخميس فضاء مفتوح للعابرين، من ذا الذي يتوقف عند هذا الشاب الذي يمضي أوقاته جيئة وذهابا في طريق سيدي العربي؟ حين يأتي المساء يشاهد بوصندالة يسلك شارع إبراهيم الروداني قبل أن تبتلعه أزقة درب العفو لتلفظه في صبح اليوم التالي. يظن كثيرون أنه يسكن هناك، في النهاية ما الفائدة في أن يعرف مأوى هذا المجنون؟ ثم أليس هناك مجانين سواه؟ كذلك كانت تمضي أيام بوصندالة، حياة مجالها باب الخميس وطريق سيدي العربي ثم شارع إبراهيم الروداني وأزقة درب العفو، المسالك ذاتها يعبرها كل يوم هذا الشاب الذي يبدو أنه لم يبلغ 30 بعد، لا تغيرها الفصول ولا المواسم. أحياناً يعترض سبيله شبان أو يافعون، منهم من يحاول أن يبدي قوته فيحاول أن يلقي به أرضاً، ومنهم من يحاول أن يستولي على تلك الدريهمات التي يقبضها من المحسنين. لم يكن يتسول، ولكن المارة يشفقون لحاله فيعطونه بعض الدريهمات لشراء ما قد يحتاج إليه من طعام. لم يكن به بكم ولا صمم، وقليلا ما رد على من يحاول الإمساك به، يتفلت ثم يواصل السير. كان في جملة من يكثرون اعتراض سبيل بوصندالة شاب اسمه أحمد علي، وكان معروفا في باب الخميس بعدوانيته. قبل عامين في العام 2007 طرده أبوه من البيت لما ضاق به ذرعا، لم يفلح في الدراسة ولا في التجارة، وصار يتزعم مجموعة من المراهقين واليافعين. صباح 20 أبريل من العام 2009 في حدود 8 صباحا كان أحمد علي في باب الخميس. يومها لم يتأخر بوصندالة عن موعده، جاء وفي يده كيس بلاستيكي به قطعة خبز، وما أن بلغ بمحاذاته حتى انقض عليه أحمد علي وأمسك بملابسه بإحكام. على بعد بضعة أمتار وقف الحاج تهامي في باب دكانه يراقب الذي يحدث. كان بوصندالة يحاول صامتا أن يتفلت من قبضة أحمد علي الذي كان يقهقه وهو يقاوم محاولات بوصندالة. لحق به في تلك الأثناء 3 أو 4 من أولئك المراهقين الذين يلازمونه، انخرطوا معه في الضحك، باغت أحدهم بوصندالة وانتزع منه الكيس البلاستيكي المقلم وابتعد بضعة أمتار، فتحه وصار ينظر ما بداخله. أدخل تصرفه ذاك بوصندالة في حالة هيجان لم يعهدها فيه من قبل الذين ألفوا حركة ذاك الذي ينعت بالمجنون في باب الخميس ومحيطها، ثم تفلت من قبضة أحمد علي الذي سقط أرضا وهو يحاول الإمساك بالمجنون. ضحك الحاج تهامي ولما رآه ينهض دخل إلى دكانه، يعلم أن أحمد إذا ما رآه يضحك فسوف يهاجمه في دكانه ويفرغ عليه ما هو فيه من غضب. أما بوصندالة وكان ذا بنية قوية، فإنه ما أن تحرر من قبضة أحمد علي حتى انقض على الذي أخذ منه كيسه البلاستيكي، كان يصرخ وهو يقول كلاما غير مفهوم، كذلك كان يعلن غضبه. حاول اليافع أن يتراجع ولكنه سقط أرضا وارتطمت مؤخرة رأسه بصخرة كانت هناك. اهتز جسمه قليلا ولكنه لم يقوى على النهوض. انحنى بوصندالة واسترجع كيسه المقلم ومضى يتبع طريق سيدي العربي لا يتلفت، وما لبث أن اختفى. هم أحمد علي باقتفاء أثر المجنون، ولكنه تراجع لما رأى رفيقه ملقا على الأرض لا يتحرك. اقترب منها ولاحظ بقعة دم على مؤخرة رأسه، حركه، كلمه همسا ثم صراخا،
ولكنه لا يجيب. أسرع أحدهم يعبر الطريق مقبلاً وفي يده بصلة شطرها نصفين. كان يظن كما الذين بدأوا يتحلقون أن الفتى إنما أغمي عليه. مرر شطر البصلة بمحاذاة أنفه. قال صوت لم يرى وجه صاحبه إنه لن يلبث أن ينهض. في تلك اللحظة كان أحدهم يقول إن الفتى قد مات. صاح أحمد علي يقول إن الذي قتله هو المجنون بوصندالة. جاء أحدهم إلى دكان الحاج تهامي وكان ممن تحلقوا حول ذاك الواقع أرضا. قال إن المجنون بوصندالة قتله. نظر الحاج تهامي في عيني الرجل وسأله: وهل رأيته يقتله؟ بدا وقد أربكه السؤال. لم ينتظر الحاج تهامي رده وقال إنهم اعتدوا عليه. لم يضف شيئا آخر. ناول الرجل قنينة الزيت التي جاء في طلبها. في الخارج لاحظ الحاج تهامي وصول سيارة للشرطة ثم سيارة إسعاف. تفرق الجمع بعد أن حملت جثة اليافع، وظل الفضوليون من رواد باب الخميس يتحسسون الأخبار. مر يومان قبل القبض على بوصندالة. لم يكن ذلك صعبا، فالشاب الذي ينعتونه بالجنون ظل محتفظا بإيقاع حياته اليومية ولم يبرح تارودانت، بل إنه لم يستبدل فضاء باب الخميس بفضاء آخر. في الشهادات التي استقتها الشرطة تكرر وصف المجنون وبوصندالة، ولم يرد ذكر لأي اسم آخر. لم يكن أي من الذين تم الاستماع إليهم يعرف من يكون بوصندالة حقا. ظل ساعات طوالا مطرقا ممسكا عن الكلام. كان البحث قد أفضى إلى تحديد هوية القتيل. اسمه عبد الواحد بن المداني، في 17 ينحدر من حي القزارة. كان والده نجارا. ثم تم الإمساك بأحمد علي الذي دلت كل المعلومات على أن بن المدني كان في جملة الفتية الذين يلازمونه. قال إنه كان شاهدا على الذي حدث، وإن المجنون هجم على صديقه فجأة وقتله. قال وهو يحلف إنه لم يتدخل. في اليوم الثاني لوجوده في مركز الشرطة نطق المجنون، وقد فاجأ بنطقه المحققين. قال إنه لم يقتل أحدا، وإن الذي مات سقط على الأرض عندما حاول الهرب بالكيس الذي به قطعة الخبز. لم يقل شيئا آخر، ولكن الذين تولوا البحث تفاءلوا. أن ينطق بوصندالة يعني أنه سيدل على مكان سكناه وسيكشف أشياء كثيرة تخص حياته. لا يبدو الشاب مجنونا كما يقال عنه، وربما كان يتظاهر بالجنون لإخفاء سر ما في حياته. شهادة وحيدة جيء بها من باب الخميس تعزز ما قاله المجنون. فقد أبلغ الحاج تهامي الباحثين بأن أحمد علي اعترض طريق بوصندالة قبل أن يلتحق به بعض الفتية الذين يتزعمهم، وإن أحدهم انتزع من المجنون كيسه البلاستيكي، ولما هم باسترداد الكيس سقط وهو يتراجع، ارتطم رأسه بالصخرة. حين تقديمه إلى النيابة العامة كشف بوصندالة عن اسمه أو ما اتخذه اسما. يصعب التحقق من ذلك لأنه لم يكن يتوفر على بطاقة تعريف وطنية. قال إن اسمه البشير بن المعطي، وإنه جاء إلى تارودانت قبل سنوات بعيدة لا يذكر عددها. علم منه أيضا أن عائلته تسكن في سيدي بوعلام، وأنه لا يرغب في العودة إليها. في تارودانت كان بوصندالة خلال كل تلك السنين يأوي إلى بيت خارب في أعماق درب العفو. لم يكن الجيران ينزعجون من وجوده هناك، بل إن منهم من كان يعطيه بعض الطعام من حين إلى آخر، ومنهم من كان يمنحه اللباس. الزيارة التي قامت بها الشرطة إلى ذلك البيت لم تمكن من العثور على ما يفيد بأن ذاك الذي كان يلقب بالمجنون يمثل مصدر خطر ما. لما سئل عن سبب رفضه العودة إلى عائلته هناك في سيدي بوعلام أمسك عن الكلام. لم يكن يخامر ذاك الذي سأله شك في أنه سيتكلم وسيفضي بالسر، سينتظر. في بريق عينيه يقرأ الخوف، ولكن مما هو خائف؟ بعد ساعة عاد إلى الكلام. قال إنه فر من منزل والده لما بالغت زوجة أبيه في قساوتها.
كان الولد الوحيد لأمه التي ماتت لما كان طفلاً دون الخامسة. تزوج والده من امرأة وعادته بأن تعتني بولده، ثم لما رزقت منه الولد صارت تمعن في ضربه وتعنيفه. يذكر أنه حاول مرة أن يشكو ما يعانيه إلى والده، ولكنه لم يعر شكواه اهتماماً يذكر. الذي كان يستمع إليه لم يشك لحظة في أن ما يقوله البشير ذاك الذي كان يلقب بالمجنون وببصندلة يشبه حكايات كثيرة ولا يختلف عنها إلا في بعض من التفاصيل. كان عليه أن يقوم بأعمال لا يقوى على القيام بها إلا الكبار، وكانت زوجة أبيه في غياب والده تبعثه إلى نبع الماء بعيدا عن الدوار فيعود منهك القوى. وكان عليه أن يرعى بضعة أغنام وثلاث بقرات، يمضي يومه على كسرة خبز وماء. ولما رأى إخوته الذين يصغره أكبرهم بخمس أو ست سنوات يستعدون للذهاب إلى المدرسة وقد حرم منها قرر الرحيل. كان في العاشرة أو أكثر من ذلك بقليل. يذكر أنه مشى يوما وليلة، توقف بالشعاب، الطريق لا تنتهي، وما كان يظن أنها ستنتهي إلا لما وصل إلى زاوية بوزرقتون. كثيرا ما سمع الكبار يأتون على ذكرها في أحاديثهم، ولقد وضع لها في مخيلته صورة سرعان ما اكتشف أنها لا تتطابق تماما مع حقيقة المكان. يظن أنه مكث هناك ما يزيد على الشهر، لا يدري إن كان والده بحث عنها، إلى الآن لا يدري. ما يهمه أنه أفلت من تلك المرأة زوجة أبيه. مرت الآن سنوات طوال، لعلها 20 أو ما يقرب منها، ولم ينس معاناته تلك. لقد أجبرته على الرحيل وعطلت حياته بالرغم من أنه كان بعيدا عنها. تم تقديم البشير بن المعطي إلى النيابة العامة بتهمة القتل غير العمد. ظل يؤكد أنه لم يقتل ذاك المراهق عبد الواحد بن المداني. حكم عليه بالسجن عامين. لما أنهى عقوبته وقد كانت فرصة تعلم خلالها النجارة كما استفاد من دروس في محو الأمية، اكتشف أن التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي في سيدي بولعلام أفضت إلى أن لا أحد سأل عنه لما اختفى. علم أيضا أن والده توفي منذ 5 أعوام، وأن إخوته وكانوا 3 أولاد وبنتا واحدة غادروا سيدي بولعلام إلى أسفي. رحل عن تارودانت وقرر أن لا يعود، يعتبر الآن أن المجنون بوصندالة صار ذكرى بعيدة ويود لو أنها تبتعد كل يوم أكثر.